بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كل سنة وأنتم طيبين. احنا اتكلمنا من شوية عن الشق الأول من السوق. احنا قلنا السوق مقسوم كام شق؟ اتنين، طلب وعرض. مين اللي بيطلب؟ اوعى تنسى مستهلك. مين اللي بيعرض؟ منتج. اوعى تنسى عندما تتحدث عن العرض انت منتج، يعني صاحب مصنع. اوعى تقول لي وسيط، اوعى تقول لي تاجر جملة. لا يا حبيبي، تاجر جملة ملزم بسعر المنتج او المصنع. انا بتكلم عن صاحب المصنع، المنتج نفسه، اللي هو لو السعر زاد هيستفيد، لو السعر قل هيتضر، وبالتالي هنتحدث عن العرض. وكده بقى انا خلصت الشقين. هيبقى ناقصك ايه يا حبيبي؟ ان انا اعمل الربط التاريخي بينهم، اللي هو التوازن ما بين العرض والطلب. وهتكون كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما اخلص العرض والتوازن هقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا ماده التحليل الاقتصادي. تعالوا نشوف كده. بسم الله. العرض، وانا هبدا لك من نص السبورة. مين اللي بيعرض؟ هكرر نفس السؤال. هتقول لي المنتج يا عم احمد. انت دلوقتي مع نفسك عيش، غمض عينيك وقول انا منتج، انا صاحب المصنع. انسى خالص المستهلك وانسى خالص الطلب. انت دلوقتي منتج يا حبيبي. مين صاحب المصنع؟ انت. مين اللي بيعرض؟ انت. هتعرف لي العرض وتقول لي ايه هي الكميات التي يقبل المنتج على عرضها للبيع في السوق بسعر معين، برضو خلال فترة زمنية معينة. كميات يقبل المنتج على عرضها للبيع. طبعا هو لازم يقبل انه يعرضها للبيع في السوق بسعر معين وفي فترة معينة. شكرا، ومش هكتر في التعريف، انت خليك بس فاكره. قانون العرض، قانون الايه؟ العرض. قال لك يعبر عن علاقة بين السعر، اوعى تنسى انت منتج صح، والكمية المعروضة. اوعى تقول المطلوبة، لا خلصت في الطلب، انا بتكلم في العرض. قانون العرض يعبر عن وجود علاقة. علاقة ايه؟ هغير لون القلم بعد اذنك واقول لك علاقة طردية. علاقة ايه؟ طردية. كم باك كده. قانون الطلب، علاقة عكسية. هنا انا منتج، ماذا لو زاد السعر؟ انا كمنتج هزود الكمية المعروضة، علي النعمة لم زود الكمية المعروضة عشان اكسب اكتر، وبالتالي العلاقة علاقة طردية. كل ما يزيد السعر هزود الكمية المعروضة، وبالتالي لما اقول لك قانون العرض قول لي علاقة طردية بين مين ومين؟ السعر والكمية المعروضة. طبيعي جدا المنتج يهمه السعر يزيد فيعرض اكتر ويكسب اكتر ويحقق ارباح اكتر. تلك هي عقلية المنتج يا ابني. طيب، طبيعي جدا هعمل له جدول افتراضي اللي هو جدول العرض اللي احنا اتعودنا عليه في الطلب. هقول له هنا مين؟ السعر. امال كاف عين يعني ايه؟ كاف عين الكمية المعروضة. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. ايه ده يا عم احمد؟ حبيبي انا بفترض جدول افتراضي، جدول ايه؟ ان السعر بيزيد. ايه اللي هيحصل في الكمية؟ هقول له طبيعي هتزيد. عشرة، عشرين، تلاتين، اربعين، خمسين. كل ما السعر يزيد الكمية بتزيد. ليه؟ لان انا منتج يهمني ابيع بسعر اعلى. انا لو بعمل عباية او فستان او قميص ببيعه بعشرة جنيه كنت بكسب فيه جنيه، طب لو بعته باتناشر هكسب اكتر واعرض اكتر، بعته بخمستاشر هكسب اكتر واعرض اكتر. اذا قانون العرض يعبر عن وجود علاقة ايه؟ طردية بين السعر والكمية المعروضة. فاذا ما زاد السعر زادت الكمية المعروضة، واذا ما قل السعر قلت الكمية المعروضة. وهنحط جدول العرض اللي هو الجدول الافتراضي اللي هيوضح مع زيادة السعر زادت الكمية. وبعدين ده ما انتهيناش التحليل والاقتصاد من غير رسم بياني، يبقى احنا بنهزر كده، احنا بنتكلم ثانوية عامة. لكن انت بما انك في جامعة، وجامعة محترمة، وبتدرس مادة الاقتصاد اللي هتأسس عليها فكرك، لابد انك تعرف ان من غير رسم بياني
مش هينفع، ده مش تحليل، ده مش اقتصاد. عشان كده انا هضطر اعمل لك ايه؟ محور راسي ومحور افقي. هنا مين؟ السعر. هنا مين؟ الكميه المعروضه. الصفر اهو مش تنساه. اسعارك 1 2 3 4 اهي، 1 2 3 4 5. الكميه الصغيره كام؟ 10 20 30. انا باخد من جدول على فكره، 40 50. وصل يا عم الحاج. ايام ما كان السعر جنيه كنت بعرض 10 وحدات اهم، السعر 2 20، وهكذا 3 30 4 40. ايه اللي حصل؟ منحنى العرض ظهر امامنا، عين عين يعني العرض يتجه. اوعى تقول لي انحدر والله ازعل منك، يتجه من اسفل الى اعلى جهة اليمين. يبقى من خصائص منحنى العرض ايه؟ منحنى العرض اللي حصل له يتجه من اسفل الى اعلى جهة اليمين بميل موجب. يبقى هقول له منحنى العرض، يلا وضح كده، يتجه من اسفل لاعلى جهة اليمين اهي يا ابني، بس بميل ايه؟ بميل موجب. علل، قال لك بسبب العلاقة الطردية. اولا خد القاعدة، ما انا قلتها لك، اي علاقة طردية تجعل المنحنى يتجه من اسفل الى اعلى وتجعل الميل موجب، وذلك بسبب العلاقة الطردية. إذن قانون العرض يعبر عن وجود علاقة طردية بين مين؟ بين السعر والكمية المعروضة. فإذا ما زاد السعر زادت الكمية المعروضة، ولو قل السعر قلت، لأن المنتج يهمه السعر يزيد فيعرض كمية أكتر عشان يكسب أكتر. وهذه العلاقة الطردية تجبر المنحنى أن يتجه من أسفل إلى أعلى جهة اليمين، وبميل موجب بسبب العلاقة الطردية. هيكون السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، يا عم احمد ما، طبعا مش هتنسى اللي انا قلته قبل كده، التحرك من نقطة الى اخرى على نفس المنحنى، على نفس المنحنى تعني تغير الكمية، بس هنا هتبقى الكمية المعروضة. شكرا. يجي يقول لك ايه؟ ما هي العوامل المؤثرة على العرض؟ تاني كده يا ابني، العوامل المؤثرة على العرض او محددات العرض او تغير العرض. مين اللي هيتغير يا ابني؟ العرض، سواء بالزيادة او بالنقص. العرض لما يتغير هتقول لي كلامك كله، زاد العرض قل العرض او نقص العرض. طب ايه اللي غير العرض؟ خد عندك يا حبيبي واقول لك، الفن الانتاجي المستخدم. لا 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 لا، دمها تقيل الكلمة، فن انتاجي مستخدم يا ابني. الاسلوب التكنولوجي اللي انت بتعرض بيه، مش في واحد بيعرض هاي تكنولوجي، التكنولوجيا عالية، وواحد بيعرض بمكان قديم؟ طبعا كل ما يختلف التقدم التكنولوجي هيديني فرصة اكتر اني اعرض اكتر، صح؟ وبالتالي يا فندم، كلما حدث تقدم تكنولوجي، صح، في اساليب الانتاج، يعني انا لو استخدمت اساليب متقدمه زاد العرض. مرضي يابا؟ عسل يا حبيبي. طب انت لو ما فيش تقدم تكنولوجي هيقل العرض. يبقى اول سبب يؤثر على العرض الفن الانتاجي المستخدم. اتنين، في اتنين طبعا، تكاليف الانتاج. انت يا ابني ما بتشتريش موت خام؟ تكاليف الانتاج، هو الانتاج ملوش تكلفه؟ طبيعي جدا، كل ما تزيد التكاليف هيقلل العرض، صح؟ تخيل معايا ان انا بشتري الماده الخام غاليه، صح؟ فرصتك في العرض هتقل. طب لو الماده الخام رخيصه فرصتي في العرض هتزيد، وبالتالي يتاثر العرض بحدوث زياده او نقص. امتى؟ لو حصل تغير في تكاليف الانتاج. فاذا ما زادت التكاليف قل العرض. اذا احد الاسباب المؤثره في العرض هي الفن الانتاجي المستخدم، تكاليف الانتاج. طيب في اسباب كثيره وهيكون لنا وقفات فيها، مثلا حتى الظروف الجويه. الظروف الجويه ايه يا عم احمد؟ احنا هنطير ولا ايه؟ يا ابني مش هنطير يا ابني، لو في سيول لا قدر الله، ولا في اي اشياء طبيعيه و
وظروف جويه غير مواتيه. حلوه مواتيه ديت يعني ايه غير مواتيه؟ يعني غير مناسبه، هتاثر على العرض، الناس هتقفل المصانع فالعرض يقل. طب لو الظروف المناخيه والجويه مناسبه هيزيد العرض. اذا هناك اسباب كثيره تؤثر في العرض. ما يعنيني في هذا الفيديو التوضيحي ان انا اقول لك اجيبها ازاي، اجيبها ازاي، هجيبها لك. الحته دي حلوه قوي. بص اهي، هتروح راسم لي العرض، ماله العرض؟ يتجه من اسفل الى اعلى. يتجه منين يا ابني؟ من اسفل الى اعلى. لو العرض راح يمين، راح يمين، انا قلت لك ايه في الطلب؟ اي حاجه تروح يمين تقول لي زاد العرض. طب لو راح يسار قل العرض، يبقى كده العرض اللي حصل له تغير العرض، سواء بالزياده او بالنقص. لو راح يمين زاد، لو راح يسار نقص. هتقولي في اسباب تانية ممكن تغير العرض؟ اه، بس انا مش هذكرها. ليه يا عم احمد مش هتذكرها؟ عشان مش هطول عليكم في الفيديو، لان ده فيديو تعريفي بيني وبينكم. هيكون لنا لقاءات كتير وافكار كتير، وهنرجع تاني وهنتقدم وهنستمتع بالمواد. الماده دي مواد استمتاع مش مواد، يعني ايه؟ هنقدر نقول انك هتكون طالب فاهم مش حافظ، صدقني. كده العرض اتغير، لو راح يمين زاد، يسار قل. وكده يبقى انا شرحت العرض. نقصك ايه عندي في التأسيس؟ نقصك ايه؟ نقصك ان انا اربط لك ما بين تغير الكمية وتغير العرض، وبعدين اختم بالتوازن في السوق، ونشوف متى يتوازن السوق. هنكمل العرض ونعمل المقارنة الطبيعية بتاعتنا. ما الفرق بين تغير الكمية المعروضة وتغير العرض؟ تغير الكمية المعروضة هشرح فيها قانون العرض، وقانون العرض يعبر عن علاقة طردية بين السعر والكمية المعروضة. قلناها ولا مش قلناها؟ وقلنا السعر يزيد الكمية المعروضة تزيد، حصل. وقلت لك منحنى العرض هنا اهو، هنا السعر وهنا الكمية المعروضة، يتجه من اسفل الى اعلى. من خصائص منحنى العرض يتجه من اسفل الى اعلى بميل موجب بسبب العلاقة الطردية. التحرك من نقطة الى اخرى على نفس المنحنى تعني تغير الكمية المعروضة. تغير الايه؟ الكمية المعروضة، لاني بتحرك على نفس المنحنى. بينما ايه العوامل اللي تأثر في العرض؟ حاجات كتير. واحد، قلنا تكاليف الانتاج بتأثر طبعا. قلنا الفن الانتاجي المستخدم، الفن الانتاجي المستخدم. حاجات كتير على فكرة اقدر اقول له، اسعار السلع البديلة او السلع الاخرى، اقدر اقول له الظروف الجوية، كل الحاجات دي تأثر في العرض، سواء بزيادة العرض او بنقص العرض. وبالتالي العرض، خليك هعوز الكلام ده والرسومات دي، هعوزها والله هعوزها، ركز. هنا العرض، ماذا لو العرض ساب مكانه وراح يمين؟ قلت لك اي حاجة تروح يمين يبقى زادت، زاد العرض. راح يسار، انتقل باكمله جهة اليسار، يبقى نقص. عسل يا عم احمد. كاف عين بتساوي ألف زائد به س، اسمها ايه دي؟ اسمها دالة العرض. اسمها ايه؟ طبعا ثق تماما، مش هقدر اقول اي تمرين، مش هقدر والله اقول اي تمرين لو انت مش عارف تكوين دالة الطلب وتكوين دالة العرض. بالراحة كده معايا، كاف عين يعني ايه؟ اقول له يعني الكمية المعروضة. س يعني ايه؟ يعني التمن. موجب به يعني ايه؟ اقول له الميل. والميل لازم يكون موجب. ليه موجب؟ قال لك بسبب العلاقة الطردية. اهم من ده كله، ألف يعني ايه؟ ألف يعني ادنى كمية يعرضها المنتج. امتى نصل لادنى؟ انت لاحظت حاجة؟ فاكر الطلب كان ايه؟ كان اقصى. طب والعرض؟ اوعى تنسى ادنى كمية يعرضها المنتج عند السعر صفر.
عندي السعر ايه؟ بالله عليك لو انا قلت للمنتج اعرض الكميه بصفر هيعرض اقصى ولا ادنى؟ ادنى. طب لو الطلب قلت له السعر صفر هيطلب ايه؟ اقصى. اوعى تنسى الف يعني هعوزها ادنى كميه يعرضها المنتج عند السعر صفر. طب موجب بيه؟ الميل. الميل موجب ليه؟ عشان في علاقة طردية تربط بين السعر والكمية المعروضة. كده يا حبايبي انا خلصت ما يتعلق بجانب العرض. هيبقى ناقصك حتة صغيرة وكده احنا قفلنا التأسيس ان انا اعمل لك التوازن ما بين العرض والطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. اخيرا هنوصل نقدر نقول للايه؟ للخاتمة الطبيعية لتأسيس مادة الاقتصاد اللي من خلالها هننطلق لمادة التحليل. ايه هو بقى الخاتمة بتاعتي وازاي ان انا اختم الموضوع الطلب والعرض؟ طبيعي جدا عشان اختم موضوع الطلب والعرض لابد يكون عندي فكر. انت بتفكر في ايه يا عم احمد؟ بتفكر في ايه؟ بفكر ان الانطلاقة الحقيقية لمادة التحليل سوف تنطلق الان بعد الانتهاء من ايه؟ فكر كده، هسيبك تفكر شوية. توازن السوق. الله الله الله، توازن مين؟ مش انا بدأت اول كلمة لو تفتكر وانا بشرح الطلب قلت لك ان السوق بتقسم لشقين طلب وعرض، وقد انتهينا بفضل الله من الدردشة عن الطلب والدردشة عن العرض. دردشة طبعا يا حبيبي، والله دردشة. ما زال هناك الكثير الذي لم نفصح عنه في هذا الفيديو. التحليل مش مجرد كلمتين وعدي، التحليل ده علم عميق فيه استمتاع طبعا. هنشقى مع بعض وهنتعب مع بعض بس هنعد اول دفعه ان شاء الله. اوعدكم بكده. اول سؤال بيطرح نفسه، متى يتوازن السوق؟ اقول له يتوازن السوق عندما تتساوى كفته بتساوي كفعين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكمية المطلوبة بتساوي الكمية المعروضة. يعني معروض 100 قطعة والطلب 100 قطعة. السؤال اللي بيجي في الامتحان يجي يضحك عليك يقول لك ايه؟ عند التوازن هناك فائض؟ لا. عجز؟ لا. امال ايه؟ صفر. لان الكمية المطلوبة بتساوي الكمية المعروضة، يعني لا فائض ولا عجز. لا في فائض ولا عجز. متى يتوازن السوق؟ كف ط بتساوي كف عين. يبقى الصح يا حبيبي، هعمل لك جدول توضيحي يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، ده السعر. كف ط، كف ط يعني ايه؟ الكميه المطلوبه. كف عين الكميه المعروضه. هحط اسعار افتراضيه، 1 2 3 4 بعدين اكمل 5. انا كده حطيت اسعار افتراضيه. طب تيجي نحط الكميه المطلوبه. بس قبل ما احط الكميه المطلوبه تعالى نفتكر انا قلت ايه في الطلب. قلت ان قانون الطلب يعبر عن وجود علاقه عكسيه بين مين ومين؟ السعر والكميه المطلوبه. اذ ما زاد السعر قلت، انا قلت ايه؟ قلت الكميه المطلوبه. يعني 100 السعر بيزيد، 80 السعر بيزيد، 60 السعر بيزيد، 40 السعر بيزيد، 20. ايه اللي انا عملته؟ انا طبقت العلاقه العكسيه بين السعر والكميه المطلوبه في مثال افتراضي. طب نرجع تاني، السعر بيزيد بقى 20 40 60 80 100، وطبقت العلاقه الطرديه. يعني انا في مثال واحد ربطت لك العلاقه العكسيه بالعلاقه الطرديه. انت لاحظت حاجه؟ بص على السبوره كويس، لاحظت حاجه؟ العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة علاقة عكسية. زاد السعر قلت الكمية اهي، قلت قلت قلت. طب زاد السعر زادت الكمية المعروضة. يبقى هنا بين السعر والكمية المطلوبة علاقة عكسية، زاد قل. بين السعر والكمية المعروضة علاقة طردية، زاد السعر زادت الكمية المعروضة. المفاجأة اللي أنا بدور عليها وأنت لازم تدور معايا إن عندي السعر 3، لاحظت حاجة؟
لاحظت ان الكميه المطلوبه بتساوي الكميه المعروضه. ده نرجع بقى، ده توازن السوق يا عم احمد. يبقى اذا حبيبي وانا بختم الطلب والعرض بقول لك متى يتوازن السوق. طبيعي جدا هتقول لي يتوازن السوق عندما تتساوى الكميه المطلوبه مع الكميه المعروضه. يعني اللي انا عرضته قد للطلب مني، وبالتالي السعر 3 عند هذا السعر تساوت الكميه المطلوبه مع الكميه المعروضه. اذا ماذا نطلق على السعر 3؟ هنسميه السعر 3 ده هسميه سعر التوازن. سعر الايه؟ التوازن. يبقى انا لو سالتك سؤال ما هو سعر التوازن، هتقولي هو السعر الذي تتساوى عنده الكميه المطلوبه مع الكميه المعروضه. الكميه المطلوبه بتساوي الكميه المعروضه، عند السعر كام؟ 3. طب اسمي الستين دي ايه؟ الستين دي ايه؟ قال لك دي كميه التوازن. كميه ايه يا حبيبي؟ التوازن. يبقى متى يتوازن؟ على فكره انا ايديا بتاكلني، انا اقدر افتح خانه هنا واقول لك فقد الطلب، وافتح خانه كمان واقول لك فقد العرض، بس انا مش هفتحها دلوقتي لان انا ليا هدف عايز اوصل له، بعدين ابقى افتحها لك. يعني انا اقدر اكبر الجدول ده واظهر لك فقد الطلب وفقد العرض واقول لك عند التوازن لا في فقد ولا عجز، بس انا مش عايز اشتتك، انا مركز في حاجه معينه عايز اوصلها لك في التاسيس، لكن هيجي الوقت اللي ارجع احط لك الجدول ده بالتوسع المطلوب. خلينا في اللي انا بقوله. ما هو سعر التوازن؟ هو السعر الذي تتساوى عنده الكميه المطلوبه مع الكميه المعروضه. خليك فاكر الكلام ده. والتوازن يحصل امتى؟ لما كاف ط بتساوي كاف عين. عندي سعر يسمى سعر التوازن وكميه تسمى كميه التوازن، وبالتالي لازم ارسم الرسمه ديت واقول له ده السعر ودي الكميه. اوعى تسمي لي الكميه، اوعى تسميها. لو عايز تسميها تقول لي ايه؟ تشيلها وتقول لي كاف ط كاف عين، لان انا ما برسمش طلب بس ولا عرض بس. تقدر تمشي بالارقام، وبما انك بتدرس تحليل هتقول لي منحنى الطلب اهو ينحدر من اعلى لاسفل. شفت التاسيس بقى؟ لما اقول لك كتحليل ارسم لي الطلب اوتوماتيك، منحنى الطلب علاقته عكسيه، وبما انه علاقته عكسيه هذه العلاقه العكسيه تجبر منحنى الطلب ان ينحدر من اعلى الى اسفل جهه اليمين وبميل سالب بسبب العلاقه العكسيه. قول لي كده يا حبيبي منحنى الطلب من خصائصه ينحدر من اعلى الى اسفل بسبب العلاقه العكسيه. خليك فاكر العرض يتجه من اسفل الى اعلى، ده من خصائصه بسبب العلاقه الطرديه. استوب، اتقابلوا فين؟ في نقطه. اوعى تقول لي نقطه اسمها نقطه التوازن اللي عندها ها هيطلع ايه؟ ها انا باكد اهو، ده محور ايه؟ السعر. يبقى ده سعر التوازن. انزل النقطه دي كميه التوازن برضه ده تكوني. انا اقدر اظهر لك فقد الطلب وفقد العرض وسعر اعلى وسعر اقل من سعر التوازن والحد الاعلى والحد، كلام كتير لسه هنقف عليه، بس انا برضه ليا هدف عايز اوصل له فمش هشتتك. ده وضع التوازن، الطلب ينحدر من اعلى لاسفل، العرض من اسفل لاعلى، اتقابلوا في نقطه، نقطه التوازن، عندي سعر يسمى سعر التوازن وكميه تسمى كميه التوازن، ومش هطلع بره كده ولا هظهر لك فقد ولا عرض دلوقتي، احنا لسه مع بعض، المشوار طويل والتاسيس اطول والاستمتاع اكتر. على فكره انا مش هديك اقتصاد عادي، ده اقتصاد كما يجب ان يكون. كده التاسيس خلص، وبعد شويه هقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم نبدا ماده التحليل الاقتصادي. شكرا.